إذن طبعا عبد الله، الكثير من الشركات مثل ما كانت شركة سلوان للعقارات أيضا حاضرة في احتفالات الدولة، فأيضا هيئة الطرق والمواصلات لها دور حيوي في إمارة دبي، حيث تساهم وبشكل فعال في النهضة العمرانية للإمارة. ويطلق على المواصلات شريان المدن، ولا تستقيم حركة الحياة العصرية إلا بوجودها كرافد أساسي في عملية التنقل بين مناطق الإمارة، وخاصة السياحية والحيوية منها. هيئة الطرق والمواصلات اتخذت تدابير واسعة النطاق لتوفير وسائل متعددة لنقل المواطنين والمقيمين على إمارة دبي، ابتداء من الحافلات المكيفة والتكاسي المائية، وانتهاء بمترو دبي الذي يعد من أبرز معالم الإمارة. فلا يسعنا سوى أن نقول شكرا على هذه الإنجازات والمشاريع التي ساهمت في إظهار الوجه الحضاري لإمارة دبي، ووضعها دائما في المقدمة كأفضل المدن العالمية. حققت الهيئة بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الكثير من الإنجازات منذ إنشائها سنة 2005. طبعا أهم هذه الإنجازات كان اكتمال شبكة المواصلات والطرق، تقريبا أنجزنا حوالي 90% من مشاريع الطرق والمواصلات في الإمارة، وكذلك بالنسبة للشبكة زادت من 8715 مسرب كيلومتر عام 2005 إلى 11208 مسرب كيلومتر عام 2010، طبعا بالإضافة إلى حل مشكلة الازدحامات على خور دبي، حيث زادت عدد المعابر من 19 إلى 48 مسرب، بالإضافة إلى اكتمال أيضا شبكة المواصلات العامة من الباصات والنقل البحري والقطارات. وتقريبا طبعا أنجز أهم مشروع استراتيجي حيوي في الإمارة اللي هو مشروع مترو دبي الخط الأحمر والأخضر، وكان بطول 75 كيلومتر و47 محطة. طبعا وحققت الهيئة الكثير من الإنجازات خلال هذه الفترة، وكان أهمها طبعا الخط الأحمر اللي هو أطول خط في العالم بدون سائق، مسجل في موسوعة جينيز، بالإضافة إلى أن كل الخدمات وخدمات المواصلات وأنظمة المرور تقريبا اكتملت، وتم تركيب حوالي 800 مظلة مكيفة يمكن الأول مرة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن عدد الركاب زاد خلال هذه الفترة من 163 مليون راكب عام 2005 إلى 309 مليون راكب في عام 2010. ويلاحظ من الأرقام أن أيضا حتى ثقافة النقل الجماعي ازدادت من الإمارة وارتفعت من نسبة يمكن 5 إلى 4% عندما بدأت الهيئة، وارتفعت إلى نسبة أكثر عن 9% في الوقت الحاضر. طبعا والهدف الاستراتيجي هو أن يكون حوالي 30% للمواصلات العامة. ووصل في دبي أيضا أن ننقل يوميا إلى ما يقارب مليون راكب تقريبا في اليوم بواسطة المواصلات العامة بشكل عام، اللي هي أقصد فيها المترو والباصات والنقل البحري والتكاسي، بالإضافة إلى أننا استطعنا أن نخفض عدد الحوادث من لما أنشأت الهيئة كان 22 حادث لكل 100,000 عام 2009، وصلنا إلى 8 ل 2010 بمساعدة طبعا شركائنا الاستراتيجيين وأهمهم شرطة دبي. أما بالنسبة أيضا للخدمات الإلكترونية فقد تطورت منذ إنشاء الهيئة، ومؤخرا حصلنا على أفضل هيئة حكومية فازت على مستوى مجلس التعاون بالخدمات الإلكترونية لهذه السنة.
بالإضافة إلى نحن كما هو معروف نقدم كثير من خدماتنا إلكترونيا، وصل عددها تقريبا من زاد من حوالي 7 خدمات كنا نقدم في 2005 إلى حوالي 170 خدمة في الوقت الحاضر. ومن أهم الأهداف اللي حققناها هو التوفير الاقتصادي للإمارة، بحيث أن نحن وفرنا في الوقود والوقت تقريبا 35 مليار درهم ابتداء من إنشاء الهيئة حتى تاريخها. يعني أتشرف في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبركات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها بمناسبة اليوم الوطني 40 لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلا الله العلي القدير أن يرعى جهود سموهم لتحقيق طموحات الشعب في المزيد من الخير والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة عليهم بموفور الصحة والعافية. 2 ديسمبر هو يوم يؤرخ لحدث وطني حدد معالم نهضة شاملة تنمو بوتيرة متسارعة، وهو يوم نجدد فيه العهد للقيادة الحكيمة على مواصلة العمل بعزم وإصرار لتحقيق المزيد من النجاحات للوطن والمواطنين. إذن الاحتفالات على قدم وساق.